أول مملكة هي مملكة الشمال، كان تاجها لونه أحمر، رمز للمصر القديم في الكتابة الهيروغليفية على شكل تاج، ونطقها دشرت. ومملكة الشمال كانت محمية من كوبرا اسمها وادجت، وكان للمملكة شعار، وكان شعارها نبات البردي واسمه وادج، وتسمت أرض الشمال بطامحو اللي بتتكون من ثلاث علامات: علامة الأرض الواحدة تتنطق طا، وعلامة ظهور نبات البردي تتنطق محو، وعلامة المدينة اللي عبارة عن دايرة وجواها علامة إكس هي رمز لشكل الطرق، وهي علامة لا تنطق. أما أرض الجنوب كان تاجها لونه أبيض، رمز للمصر القديم في الكتابات الهيروغليفية على شكل تاج، ونطقها حجت، وكانت محمية من نصر الصعيد نخبت، وكان ليها شعار زهرة اللوتس اسمها سيشن، وتسمت أرض الجنوب بطاشمو اللي اتكونت من ثلاث علامات: علامة الأرض الواحدة وتتنطق طا، وعلامة ظهور اللوتس وتتنطق شمعو، وعلامة المدينة اللي عبارة عن دايرة وجواها علامة إكس رمز لشكل الطرق. وبقى عندنا طامحو وطاشمو.